وهذه بنت تقول: أنا فتاة كنت عاصية وارتكبت الكثير من الذنوب التي تمس الجوانب الأخلاقية، فكيف يكفر عنها هذا وقد تقدم لي شاب ليخطبني؟ هل أبرئ ذمتي وأعترف له بها أم لا أخبره؟ ماذا أفعل؟ إذا كانت التوبة نصوحا فيها الندم على العصيان وفيها العزم الأكيد على عدم العود إليه، نرجو أن يغفر الله لها هذا الذنب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هي أو خاصة أهلها، فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها. وقد نهى عمر رضي الله عنه رجلا أن يفضح بنته بما حدث منها عندما أراد أن يزوجها لإنسان خطبها، لكن ذلك في الانحراف الذي لا غش فيه، فإن كان انحرافا فيه غش إن هذا الغش سينكشف أمره، وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد في إتمام الزواج أو فسخ العقد. ولو سألها الخاطب قبل أن يعقد عليها عن ماضيها أو عيوبها فلا بد أن تخبره بها، ولعله إن عرف صدقها في التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها. وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في الشرف، وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر، حتى لا يكون في ذلك تشجيع على السوء. والله أعلم.